بدأ القتال فعلا. جيني ورينا واقفين بيحموا بعض وبيقتلوا في الشياطين، اي حد بيقف قدامهم بيموت، لحد لما فجأة بيظهر لهم وحش ازرق كبير وقوي جدا. بيحاول الاتنين يعملوا معاه تعويذة بس مفيش حاجة بتأثر فيه، لحد لما بيدخل العمدة اورهايدو بيحميهم الاتنين وبيعمل تعويذة رياح قوية على الوحش بتخلص عليه نهائي. رينا بعد ما شافت ابوها كانت في قمة السعادة، ولكن فجأة بتظهر جيسيكا من ورا العمدة وبتدخل ايديها في صدره. العمدة وقع على الارض وبيجيب دم من كل ناحية. رينا بتروح على ابوها اللي مغمى عليه. جيني بتسأل جيسيكا ليه عملت كده؟ البنت بتقول لهم للأسف أنا مش جيسيكا، واتضح إن كل ده كان من تخطيطها علشان تخطف إيرينا. جيني بعد ما بتعرف بتحاول توفر وقت لإيرينا علشان تهرب، بس البنت كانت قوية جدا، بتضرب جيني وبتروح علشان تقتلها. وقتها بتتعصب إيرينا وبتجري عليها علشان تحمي جيني، بتقول لها لو أذيتي حد من أصدقائي هبلع لساني وأموت هنا، وده هيبوظ خططك. البنت قالت لها لا خلاص، ضربت ايرينا وخلتها يغمى عليها، وبعدين طلعت جناحاتها واخدت ايرينا وطارت. واتضح ان البنت دي اسمها إلزا وملقبة بملكة التنانين. وجيني بعد ما ايرينا اتخطفت قعدت تعيط وكانت في قمة الحزن. وبس الحد انتهى الجزء اللي فات بعد ما تم اختطاف ايرينا من قبل ملكة التنانين إلزا، وبعدها جيني عيطت وكانت في قمة الحزن. وبيبدأ الجزء التاني بقى مع العمدة أولهايدو وهو في المستشفى بيفوق على تعويذة سحرية بتعملها الممرضة علشان تعالجه. أرض واقف جنبه وبيقول له ايه اللي حصل. العمدة بيقول له ايرينا اتخطفت. أرض اتعصب قال له مين خطفها. العمدة قال له ملكة التنانين إلزا. مدير المدرسة بيقول دي وحش مرعب حاول تدمير العالم قبل كده. أرض بيقول مهما كانت قوتها هرجع إيرينا منها بالعافية. جاك بص الأرض كده وقال زي ما أنا متوقع من ابني. أخد العمدة أرض على خزينة المملكة وقال له اختار اللي أنت عاوزه من أسلحة أو أي حاجة أنت عاوزها. أرض استغرب كده في الأول بس قال له تمام، ولكن كان جاك بيقول للعمدة أنت مش هتقوله على حقيقة إيرينا ولا إيه؟ العمدة قال له مش هخلي ايرينا تخسر الصديق الوحيد اللي هي كونته. ومن ناحية تانية بتكون ايرينا بتحلم بارض بعد اول مرة اتعرفت عليه، بيسألها ارض عن حقيقتها وبتقولها له فعلا، ولكن بعدها بيختفي ارض من قدامها ولا كأنه كان يعرفها. ايرينا بتندى عليه علشان يفضل معاها، وهنا بيخلص الحلم. بتصحى ايرينا وبتلاقي نفسها مقيدة من كل حتة. بتكلمها إلسا وبتقول لها صباح الخير. ايرينا بتقول لها انت خطفتني ليه وعاوزة مني ايه؟ إلزا بتقول لها انت مش شايفة الوحش اللي وراكي؟ صح استني لما اوريهولك. واتضح ان الوحش ده اتصنع من بقايا الشياطين في الحروب القديمة، والوحش ده بيقدر يستدعي ملك للدمار من بعد تاني، ولكن لازم تضحية لحد من عائلة ايرينا. واتضح ان ايرينا من نسل الوحوش واسمها الحقيقي هو لافيل، ولكن علشان الناس ما تكرهاش وكده عايشة تحت اسم مستعار اللي هو ايرينا يعني. بتتعصب ايرينا وبتقول لها ارضى الحقني منك. إلزا بتقول لها بس لو عرف حقيقتك هيسيبك ويبعد عنك. وقتها ايرينا افتكرت الحلم، نزلت عينيها على الارض وحست بالانكسار. إلزا بتجهز الوحشة علشان خلاص ياكلها، وخلاص الدنيا كانت هتبوظ معاها. وقبلها بشوية كان ارض بيجهز علشان يروح لايرينا، اخد معاها كام سلاح كده وحذاء نفاس علشان يوصل على مكان ايرينا بسرعة. ولكن وفجأة وهو ماشي جيني بتوقفه وهي بتعيط، بتقول له انا اسفة علشان معرفتش احمي ايرينا، انا واحدة ماليش لازمة اصلا. بيهديها ارض ويقول لها ما تقلقيش عليها انا هرجعها، بس اهم حاجة ما تعيطيش انت وجهزي لنا بس العشاء. جيني فرحت وودعها ارض وانطلق على مكان ايرينا. في الوقت ده كان الوحش على وشك التهام ايرينا، ولكن هوب فجأة بيتدمر الوحش. ايوه ارض وصل. ايرينا بتبص على مكان ارض وكانت في قمة السعادة. بينزل ارض على الارض وبيقول لهم مش هيطلع واحد منكم عايش من هنا. بيعمل 9 تعويذات مع بعض وبيفجر المكان باللي فيه. بيروح على ايرينا وبيحررها. بتحضنه ايرينا في مشهد من اجمل المشاهد الصراحة. بس انت متخيل الموضوع خلص على كده؟ لا والله. بتتحول إلزا لنصف التحول الكامل وبتقول له هخلص عليك دلوقتي بس قبل ما اقتلك انت عارف انت بتدافع عن مين؟ ارض بيقول لها ايرينا صديقتي. إلزا بتضحك كده وبتقول له انت ما تعرفش ان هي من العائلة الملكية صح؟
وما تعرفش كمان انها من نسل الوحوش، يعني من الاخر كده انت بتدافع عن وحش. إيلينا في الوقت ده كانت في قمة الرعب، خايفة لا تخسر الصديق الوحيد اللي عندها بعد ما يعرف حقيقتها. بس أرض بيصدمها بكلامه، بيقولها أنا مش فارق معايا إنها من ناس الوحوش أو لو كانت هي الوحش بعينه، أنا كل اللي أعرفه إنها ألطف وأشجع من أي حد أنا قابلته. أنا لما بشوفها بحس إنها بتنور وبتدي طاقة إيجابية، وفي الآخر واحدة زيك تقول عليها وحش؟ أنا مش هسامحك. إيلينا كانت بتبص الأرض على ملامحها لمحها جميع نظرات الحب والامتنان. إلزا اتعصبت بعد ما سمعت الكلام، بتضرب أرض بتعويذة قوية ولكن بيصدها برمحه. بتنزل إلزا على مكانهم، ولكن أرض بيفعل سحر النار وبيفرتكها. إلزا اتحمست. أرض بيقولها أنت مفكرة نفسك صعب تموتي صح؟ قالت له صح. أرض قالها أنا أعرفك إن كل شيء في العالم قابل للتدمير بقى، وحدفها برمحه. الرمح أخدها وطار في الجو وانفجر. إيلينا فكرت إنها كده خلاص انتهت، بس ده كان مجرد تسخين. بتتحول إلزا لتحول التنين الكامل، بتزعق بأعلى صوتها، بتقول لأرض هخلص عليك دلوقتي، بتضربهم بنفس تنين البرق بتاعها. أرض بيفعل تعويذة الحماية، بيقول لإيلينا أنا بفضل ما تتفرجيش على المعركة من أول هنا. بيحرر أرض طاقته الروحية المختومة، بيطلع تمثال اسمه ليديا، بيفعل حماية ذهبية حواليهم. وبعدها بيقول أرض ليديا تعالي نرقص مع بعض شوية، ما رقصناش من زمان. وبالفعل بيمسك إيديها وبتتحول لسيف في إيده. إلزا انبهرت، بتقول لأرض أنت مين؟ أرض قال لها أنا مجرد كروي عادي وهقتلك في ميدانك، يقصد السما يعني. إلزا بتقول له انت هبل، بتتحدى تنين في السما؟ انت اكيد عبيط. ارض بيقولها هنشوف مين فينا العبيط دلوقتي. بدأ الاتنين في الهجوم على بعض. ارض بيعمل تعويذة قوية، ولكن إلزا بتتفاداها. إلزا بعدها بتقتل ارض بمنتهى الوحشية. ارض بيقف في الجو كده وبيبص على إيلينا، بيسمعها وهي بتشجعه وبتقول له هتخسر قدامها. وقتها ارض قال ما بدهاش بقى. ارض بيستخدم تعويذة بترجعه لهيئة ملك الشياطين، بتهجم عليه إلزا بكل قوتها، بس بيرد لها الضربة بكل سهولة. إلزا بتقول ازاي ده حصل؟ أرض بيقول لها التحليل والفهم والسيطرة على مجرى القتال هو ده أسلوبي، وأنا دلوقتي عرفت كل حاجة عنك. انت العالم نفاك لوحدك علشان تتعفيني هنا، فعلشان كده عاوزه تدمريه. إلزا اتعصبت، قالت له انا اول مره احس اني متغاظه كده. ارض قال لها ما لازم واحده زيك تتغاظ. ارض وإلزا بداوا في تجهيز اقوى تعويذ عندهم، التعويذه كبيره جدا وشكل الدنيا هتتدمر. ضربوا هما الاتنين بعض، ولكن تعويذه ارض كانت قويه جدا جدا، وقدرت انها تدمر ملكه التنانين في ثواني. ارض بعدها بيكلم ليديا وبيخليها ترجع في روحه تاني. بينزل على إيلينا، وكان باين انها قلقانة جدا بعد ما شافت قوته. بتعمل نفسها فرحانة وبتقول له يلا بينا علشان نروح. بتفكر مع نفسها بعد ما مشى أرض قدامها وبتقول أنا لازم أبقى قوية علشان أقدر أقف جنب أرض بعد كده. وبيخلص اليوم على كده. بيتنقل بينا المشهد بقى لبنت تانية بتحارب في وحوش في الدماس، بقى لها 3 سنين كده. البنت دي بقى اسمها سيلفي، وكانت من قوات فرفاتوس أيام مجده. المهم سيلفي بتقول أنا كده خلصت تدريب ولازم أطلع أشوف العالم عامل إزاي. بتطلع فعلا وبتتصدم من اللي شايفاه، بتقول هو 3 سنين بيغيروا العالم كده؟ اكيد في حاجة غلط. لسه ما كملتش الكلام وبتلاقي واحد مقنع وراها بينادلها كده وبيقولها عاملة ايه يا قائدة سيلفي. البت اتصدمت، مين اللي عارفها ده وبيندهلها باسمها؟ سيلفي بتقوله انت مين وعاوز ايه؟ بيقولها هو انت كده وما اتغيرتيش من 3000 سنة برضو؟ سيلفي اتصدمت وقالت له 3000 ايه؟ الراجل قال لها انت ما تعرفيش ان السنة في الدماس ب1000 من بره ولا ايه؟ قالت له سيلفي عارفة، وكان واضح انها بتكذب. المهم سألته سيلفي عن أختها ليديا وعن الملك فرفاتوس. الراجل قال لها ملك الشياطين مات من فترة. سيلفي اتصدمت وقالت له ازاي ده حصل؟ الراجل كمل كلامه وقال لها هو حب يتهرب من شغله ومسؤولياته، وعلشان كده عمل تعويذة نقلته في جسم واحد تاني اسمه أرض ميتيور. هو الراجل ده عارف الكلام ده منين؟
منين؟ شكل الموضوع في إن المهم سيلفي بتتعصب من الكلام وبتقرر تروح تعاقب أرض. في الوقت ده كان المدير قاعد مع إيرينا وجيني وأرض بيقول لهم على مهرجان المدرسة الثانوي وإنهم مطلوب منهم يعملوا مسرحية فيه. بيتفقوا على كل حاجة فعلا وبيقرروا يمشوا، ولكن قبل ما بيمشوا بيقول المدير لأرض إن في رسالة تهديد جاية لهم على جلد بشري، والرسالة دي مبعوثة من واحد اسمه راس الغول ومكتوب فيها إنه هيدمر المدرسة باللي فيها، والمدير عاوز أرض يحميهم لو حصل اي حاجة وكده. فبيقول له ارض تمام وبعدين بيمشوا. بيروحوا على الفصل، ولكن فجأة هما في الفصل بتدخل عليهم سيلفي وبتسأل على ارض. بتمسك الولاد واحد واحد وتسأله هو انت ارض ولا لأ، لحد لما اوليفيا بتدخل بتضربها على دماغها كده وبتقول لها انت ما عيلتيش بعد 3000 سنة اللي قضيتيهم في الدماس. برضو في الوقت ده ارض حرك دماغه على انه موافق على الكلام، فشافته سيلفي وراحت عليه قالت له انت ارض ميتيور، اعادة تجسيد ملك الشياطين، صح؟ انت لازم تحكي لي كل حاجة حصلت، وفين اخت ليديا وفين الوحوش والشياطين، وانت رجعت نفسك ليه؟ ارض بيقول لها ده سوء تفاهم مش اكتر. سيلفي بتقول له انها اجرت ابحاثها وعرفت انه اعادة تجسيد لملك الشياطين. اوليفيا بصت كده وعجبها الكلام وشكل الدنيا هتبوظ على دماغ ارض. ارض بيقول لها ده مجرد سوء تفاهم مش اكتر. سيلفي بتقول له طب ايه رايك اواجهك واكسبك وبعدها تحكي لي، ولا ملك الشياطين بقى جبان بعد كل المدة دي؟ ارض بدأ يتضايق، بتغلط فيه كمان لحد لما ايرينا بتتدخل بتقولها لو عاوزة تواجه حد فانا اواجهك، بس ما تتكلميش مع ارض كده. سيلفي اتبسط على ايرينا وافتكرت اختها ليديا، فعلا في شبه كبير ما بينهم. سيلفي بتقول لها انت مين؟ ايرينا بتقول لها انا صديقة ارض الاولى والمفضلة عنده. سيلفي قالت لها خلاص لازم تكوني صديقتي، ولكن ايرينا رفضت. سيلفي اتعصبت وقالت يبقى لازم اواجه ارض، واوليفيا عجبها الكلام وطلعوا علشان يتواجهوا فعلا، ولكن ارض قال في باله انا لازم اخسر علشان اقلل الشكوك اللي حواليا اكتر. بدأ القتال ما بين الاتنين وكان واضح التفوق لسيلفي، ولكن عصبت ارض بالكلام وفي الاخر خسرها. اوليفيا حكمت بالانتصار لارض، والمفروض كده النزال خلص، ولكن سيلفي قامت وقالت انا ما خسرتش لسه، عملت تعويذة جديدة وطلع منها سيف عملاق. ارض بيزعق وبيقول لها ما تستخدميش السيف هنا، بس البنت ولا هنا، بتهجم على ارض بكل قوتها.